أما فرقة ناو يونايتد فما زالت أغنيتهم لين أون مي اللي سبق وخبرناكم أنها تصورت خلال تواجدهم في الإمارات تحقق تفاعل كبير، فلليوم شافها أكثر من 15 مليون شخص على يوتيوب. ونحن جمعنا لقاء مع المنتج التنفيذي لهالعمل عمر الظاهري وتفاصيل في Tracking Story Number 2. Okay, we are here at the Emirates Palace and we are shooting a new music video to our new song, Lean On Me. Yes, we're super excited for this music video because we actually recorded the song here in the UAE and we're going to shoot the music video here as well. And what other than this amazing place, the Emirates Palace. We are all so pumped, right? Yeah! Lean On Me is a project that we have been working on مع فرقتنا Now United for over 3 months. With the support that we got from Now United management, it's a project that we thought we can showcase our local talents in Abu Dhabi with an international band. وهالتعاون مو بالأول مع هالفرقة، فالسبق وشاركوا بالأولمبياد الخاص بالألعاب العالمية في 2019. حبوا المدينة، حبوا العادات والتقاليد، حبوا شعب الإمارات اللي موجود فيها. لذلك حبوا يصورون أغنيتهم الجديدة بالإمارات بوقت قياسي. كان عندنا 2 days to finalize everything. هذا أكبر تحدي، بس الحمد لله توفقنا ونجحنا. كان 2454 leading the project. لقينا support كبير من دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي. قصر الإمارات سهلوا علينا كل الإجراءات اللي نحن نحتاجها عشان نصور في المكان نفسه. ولتنفيذ كل هالتفاصيل تم اختيار المخرج الإماراتي أيهم الصبيحي ليقوم بهالمهمة. نحن نؤمن بتطوير المواهب ونحاول بقدر المستطاع دائما أن أول ما يكون عندنا في international productions ومشاريع كبيرة أن ندمج اللوكال تالنت بهذه المشاريع، لأن إذا نحن نبقى هذيل الناس الموهوبين في المستقبل يقودون هذا القطاع علينا أن نحن نوفر لهم كل الفرص الممكنة أنهم يتعلمون من البروفيشنالز على أساس أن في المستقبل إن 10 years إن شاء الله هم الناس اللي يكونون they lead this industry. وأيهم نجح بإخراج هالعمل ومر بعدة مراحل قبل ما الكليب يصدر. أول ما سمعت الأغنية يعني I liked it. صراحة I liked it. يعني وإلا ما كنت أخذ البروجكت هذا. فقلت إنه أوكي في فرصة إن نصور شيء رهيب هنا. وثاني شيء لما خبروني عن الأغنية الميوزك فيديو كان في لوكيشن مع الفيديو. يعني they had already يعني اختاروا المكان والمكان هو كان قصر الإمارات. وطبعا قصر الإمارات يعني من أفخم أماكن في المدينة. ولكن في تحديات واجهت أيهم خلال التصوير. إحنا صورنا في ليلتين وعشان It was night. كان في إضاءة ولو في إضاءة ياخذ وقت. يعني صح إن we were rushed شوي بس في النهاية صورنا كل شيء الحمد لله. وفي تحدي ثاني واجهه. الفرقة هم متعودين إن يصوروا في لوكيشن واحد ويصوروا أكثر ما يقدروا في هذا اللوكيشن ويسووا فيديو من هذا اللوكيشن واحد. بس أنا اشتغلت مع الكوريوغرافر نيك أندرسون، كوريوغرافر رهيب. اشتغلنا مع بعض إن نقسم الأغنية في لوكيشنز. صح ان اللوكيشن هي قصر الامارات بس داخل قصر الامارات في مليون والف مليون كورنر زاويه تقدر تصور فيها. فرحنا مع بعض واخترنا الزاويات وهو راح واشتغل على الكوريوغرافي عشان كل لوكيشن يكون عنده رقصه. ونجاح ايهم بهالمهمه خلاه يتشجع انه يصور كليبات اكثر، وهو كشف لنا ان في 9 ميوزك فيديوز راح يصورهم بالفتره المقبله لمواهب عايشه في الامارات. اما على صعيد الافلام فبدا بكتابه اول فيلم طويل ويستعد ايضا لتصوير فيلم قصير.